الرطبه بالنسبه للابيض بننزله في درجه الغليان الشابه على درجه عاليه من الغليان، بننزل الصوف الشابه وطبعا بيطلع ابيض. بعد كده المرحله الثانيه بننزله، بعد ما بننزله الشابه بنسيبه يتصفى من الشابه، وبعد كده بننزل الالوان اللي هنصبخها كغاليه ونغليها كويس من الاعشاب، وبعد كده بنعمل الالوان اللي احنا عايزينها. ده بعد التصبيغ الالوان بتاعتنا، ده الكحلي. في الوانات بنسيبها يعني من كل ما عاوز اسيبها فتره اغمق اسيبها فتره اطول. لو انا عايزها لبنيات والوان فاتحه بخف الصبغه وبحط الشله لمده اقل، ممكن ربع ساعه، ممكن 10 دقائق، ممكن حاجه بتاخد تلت ساعه. البلديات بتبقى اخر حاجه في السجاده، دي اللي هي النهايه بتاعتها. بنرمي الخيط اللي هي الحبكه دي اخر حاجه، اول حاجه بنبتدي بيها واخر حاجه بننهي بيها. طبعا صناعه السجاده الحراريه بتختلف عن اي سجاد تاني في اي مكان الاخر، لان السجاده الحراريه سجاد بتتعمل من الصوف الطبيعي وبتتعمل من الصبغ، الصبغه بتاعته الصبغه النباتيه اللي هي صبغه طبيعيه، زائد ان العامل الفنان او الفنانه اللي بتشتغل في السجاده بتشتغل من الذاكره، يعني ما تبقاش فيها قدامها صوره بترسم منها ولا حاجه، بترسم منها.